بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا شباب، أهلا بكم يا بنات. ورش العمل، الكلمة اللي أنا بسجلها لكم كل فترة خاصة بورش العمل. والنهاردة عايز أقول إن كل اللي فات إحنا ابتدينا شغل ورش العمل بقالنا تقريبا شهرين. عدد الناس اللي مشاركة معنا في ورش العمل توصل لحوالي 5500، بس النهاردة نقلة نوعية. يعني أنا بعتبر إن النهاردة بدأت ثمار تتفتح وتبان الحقيقة، في نقدر نقول في كل الورش، ودي حاجة حلوة قوي قوي قوي. وحاجة أنا بسجل النهاردة، يعني كانوا كلهم بيقولوا لي النهاردة بقى تبعت حاجة مكتوبة وتسجل اللي بعدها، أنا أصريت أن أنا أسجل النهاردة لسبب أن أنا فرحان جدا أن شغلكم بدأ يظهر. وحقول بالتفصيل كل ورشة مطلعها حاجة حلوة. أنا النهاردة مش هقول الأعداد وكم واحد مشارك، لكن أنا بقول الكلام اللي أنا هقوله النهاردة علشان أديكوا أمل أكتر، عشان أفعلكوا أكتر، عشان أقول لكم شغلكوا حلو قوي، عشان أقول لكم في أمل، عشان أقول لكم اللي حيبذل جهد ربنا حيبارك وحيطلع الشغل بتاعه. أنا فرحان بورش العمل قوي، فرحان بالتجربة قوي، زعلان ان حجم التفاعل من ال 5500 مش عالي في كل ورشة. انا متابع كل حاجة بالتفصيل، ونفسي حفزكو، وبسجل الكلمة دي ومن اهدافي فيها ان انا حفزكو وان انا شجعكو وان انا اقول لكم يا جماعة خلوا نفسنا طويل. اللي هيشتغل ورش العمل دي ويجيب سنة شغل هيبقى واحد تاني، وهيتنقل النقلة، وهيقدم للاسلام خدمة جليلة، لان الحاجات اللي بدأت تطلع واللي انا هحكي عنها النهاردة حلوة قوي ومشرفة قوي، وجهدكو انتوا اللي مطلعينها. فخلي عندكم أمل، اشتغلوا يا شباب جنب المذاكرة، ادي في ورش العمل شوية، خد نية كبيرة، حس ان ورش العمل دي بيتك. انا مش حابب بس ان يبقى شغلكم، وانا قلت احنا كان لسه عندنا اجتماع مع قادة الورش، ويمكن تشوفوا لقطة منه على واحنا كنا قاعدين بنشتغل، ويعني عشان تعرفوا احنا قد ايه واخدين موضوع ورش العمل ده بجدية، وبنتجمع كل فترة ونقعد ونقول طب وازاي نطور العمل وازاي ينجح العمل اكتر. فيعني واحنا قاعدين الاعداد دي انا كنت بقول للشباب اوعوا تبقى العلاقه على ورش العمل يعني نقل كلام علمي بس، اعمل كذا حصل كذا الماده هي، خلوها روح، وخلوا فيه ود، وخلوا فيه حب، وخلوا فيه علاقه قيمه وشيقه بينكم وبين بعض، يحصل بيها حب وتعاون وتواد، وتبعت سلام عليكم وحشتونا اخباركم ايه. يعني مش مجرد ناس بتشتغل، ده بيتنا، تشعروا ان ورشة العمل، وبالتالي ده يديك نفس، وبالتالي ان نفسك يطول وتبقى قوي، بالاضافة للامل بقى، يعني يبقى فيه روح مودة واخوة بيننا وبين بعض جوه الورش، وكمان ونبعت لبعض يعني جزاك الله خيرا، الله يكرمك، انت فين النهاردة، ما حضرتش ليه، لان فيه روح اخوة مودة. حلاوة الاخوة انها بتخلي لما الهمة تهبط في حافز بيخلينا نرجع، لان بيتنا متجمعين في بيتنا. فانا بقول لكم خلوا الروح كده. الحاجه الثانيه اللي انا برجوها منكم ان انتوا تسمعوا الانجازات بتاعت النهارده، لان انا متاكد انها هترفع الروح المعنويه. تعالوا نبدا بورشه على خطى الحبيب. على خطى الحبيب في شغل كنتوا شغالين فيه، وفي شغل احنا شغالين فيه. الشغل اللي انتوا شغالين فيه ان انتوا عمالين تجهزوا ماده في اقسام معينه بنتفق عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنيه ان احنا بنخدم سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم واحد شغال بقى؟ عايزين نشوف ان ال 2000 اللي شغالين كلهم شغالين، ولو بحاجه تقول يا رسول الله ساهمت. واحنا شغالين، احنا شغالين في ايه؟ احنا عمالين نجهز في الويب سايت، وعمال الديزاين بتاعه، وعمال التطوير بتاعه، وعمال استكمال الويب سايت عشان يطلع حاجة ضخمة تتحط عليه المادة بتاعتكم، تطلع حاجة جميلة. لكن الى ان يجهز الويب سايت ويخلص الشغل اللي انتوا بتطلعوه ده، هنفضل مستنيين؟ احنا عايزين نشوف شغلنا بيطلع عمال على بطال. احنا هنستفيد من شغلكم دون الى ان يجهز الويب سايت استفادة جامدة جدا يا ورشة على خطى الحبيب، ان الحاجات اللي انتوا ابتديتوا تطلعوها، مش بقول لكم بدات تظهر وبدات الثمار تطلع، وانا في ايدي اهو الملفات الاولى اللي طالعه منكم، شغل رائع والله، انا فخور بيه جدا وفرحان بيه جدا. الشغل ده نطلعه في سكتين، ليه ما يتنشرش في كتب؟ دي واحده، فانا اخده وابدا اسلمه لدار نشر انها تطبعه وتنزله. والحاجه الثانيه الى ان يتنشر في كتب برضو عايزين نشوف فورا ان شغلنا طلع. احنا عندنا على المنتدى
على عمرو خالد دوت نت اعضاء المنتدى اللي هم اخواتي والبيت بتاعنا 900,000 عضو. تخيل لو بنثقفهم بالشغل اللي انتوا بتطلعوه، بنبعت لهم الشغل اللي انتوا بتطلعوه، وعندنا على عمرو خالد بيج 2 مليون. انتوا متخيلين يا ورش العمل الثواب اللي هتاخدوه؟ يعني شغلكوا يا ورش العمل رايح في 3 سكك. خلي بالك بقى، شوفوا يعني انا والله بحاول اعمل ايه، انتوا بتشتغلوا وانا رسالتي في الحياه دفع الامل وتوجيه الشباب يلا نعمل نهضه. فبحاول كمان اساعدكم، والله انا بكلم من قلبي، بحاول ان انتوا لما تعملوا حاجه نقول لكم شغلكم طلع واستفاد منه، انتوا نجحتوا، انتوا عظماء، وهي دي حقيقه مش بنجاملكم. فعندنا 3 سكك، بنعمل الويب سايت، علشان ويب سايت على خطى الحبيب عشان شغلكم ينزل عليه. طب دي لسه قدامها شويه، عايزينكم تفضلوا مركزين. ناخد كتبكم وهنبعتها لدار النشر نقول لهم، ويتنشر باسم ورش عمل موقع عمرو خالد دوت نت. فده الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه العاجله بقى فورا، طب ليه ما نستفدش من المنتدى؟ وليه ما نستفدش من الفيسبوك؟ ان شغلكم يروح، فهمتوا؟ طب ده لورش العمل الخاصه بخطى الحبيب بس، لكل ورش العمل. مش عندنا منتدى وعندنا فيسبوك؟ ليه ما نحركش كل شغلكم الحلو اللي بيطلع على طول يطلع على المنتدى، وال 900,000 يستفيدوا، وانتوا تحسوا ان انتوا شغلكم طلع، ويطلع على الفيسبوك ال 2 مليون ويتبعت للناس على يعني يوصلها لغايه عندها على الايميلات بتاعتها. حلوه الفكره؟ ده نتيجة الاجتماع بقى اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم فيه، طلعت الفكرة دي. لازم الشباب بتوع ورش العمل يحسوا ان شغلهم طلع فورا والناس استفادت منه، وده يخلي اعضاء المنتدى 900,000 واحد يحبوا ورش العمل ويجي زيادة منه. مش انتوا كنتوا عايزين تسوقوا؟ مين بقى عايز ياخد ثواب انه يفيد 900,000 ويفيد 2 مليون؟ هيوصل لهم شغلكم فورا قبل ما يبدا الموقع بتاع لقطة الحبيب، وقبل ما الكتاب يتنشر. ده يمكن الكتاب يتنشر ما يوصلش ل 2,900,000، لكن بذره بدوسه زرار كمبيوتر شغلكم. حلوه الفكره؟ اشتغلوا بقى وزودوا الهمه بقى. ورش العمل بتاعه على خطى الحبيب طلعوا الحقيقه حاجات رائعه قوي قوي قوي. اولا خلصوا الشبهات، بس مش هي دي اللي هنطلعها على طول نبعتها للناس، الردود على الشبهات في كل الشبهات اللي اتكلمت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الموضوع ده متخصص قوي. فاحنا عارضينه على متخصصين علماء زي الشيخ شحاته وغيره علشان يدولنا تفصيلات اكتر في موضوع الشبهات في الرد، لان الموضوع دقيق جدا. لكن مخلصين منتجين تانيين، مخلصين منتج ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وتربية الاطفال. ايه النقاط؟ وبدين الكتاب حلو قوي قوي قوي. انا يعني انا غيران، انا قريته بالتفصيل من الجلده للجلده، وحطيت ملاحظاتي عليه 5 ملاحظات، وبلغت محمد مؤمن بالملاحظات، لكن هنقولها لكم برضو. الكتاب رائع، لان الكتاب مكتوب اولا بطريقه حلوه قوي، يعني حلوه قوي. انا دايما كان بيبقى عندي مشكله ان الكتابه بتبقى ركيكه، مكتوب حلو قوي، وبعدين مكتوب بطريقه علميه، لانه بادئ ب10 قواعد لعلماء النفس في التعامل مع الاطفال، وبعدين جاي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم والاطفال. حلو قوي قوي قوي، والمواد اللي انتم مجمعينها حلوه قوي. انا اديت لمحمد مؤمن 5 ملاحظات اقولها بسرعه. طبعا اللغه رائعه، تصلح ككتاب وتصلح انها تروح لل 2 مليون فيسبوك وتروح لاعضاء المنتدى كلهم. وشكر لاميره كمال ربنا يكرمها ويجزيها الخير. لكن في بعض الملاحظات، اول حاجه انتوا ابتديتوا الكتاب ب10 نقاط. طبعا انا متاكد ان هو هيوصل لكم كلكم بقى وتبصوا عليه، ومحمد مؤمن هيبعت للناس كلها. الكتاب باديه ب10 نقاط، لكن مش متربطه باحاديث النبي اللي لها علاقه بال10 نقاط. دي بديهيه لازم تتعمل. ال10 نقاط اللي محطوطه العلميه لازم يتحط لها مسميات سهله، مش كلام علمي كبير. فين الاسم والمسمى؟ تاني برجوكم كتاب الاستاذ عبد الفتاح ابو غده والكتب الصغيره بتاعه السيره النبويه وتربيه الاطفال، لازم كنتوا تستفيدوا منها اكتر وتنزلوا تعليقات اكتر. بس دي الملاحظات، انا نفسي الملاحظات دي وانا فهمتها المؤمن بالتفصيل، انا طالب انها تتعدل الاسبوعين الجايين. نهاية الأسبوعين الجايين أول منتج ليكم هيوصل ل3 مليون بني آدم، 2 مليون على الفيسبوك و 900,000. حلو الكلام؟ كلام جميل؟ مبسوطين؟ طيب ده المنتج الأولاني اللي طلع من عندكم. المنتج الثاني أخلاق الرسول، حلو قوي قوي قوي. هم مش كاتبين حاجة بإيديهم، ورشة العمل بتاعت على خطى الحبيب، هم يكتبوا عنوان الرحمة
وبعدين يعنونه تحتيه عنوانين فرعية: رحمة الرسول مع النساء، رحمة الرسول مع الأطفال، رحمة مع الحيوان، رحمة مع كذا، رحمة مع كذا، رحمة مع الأعداء، رحمة رحمة رحمة. وكل القصص عاملين يعني كل ده، ده كل ده بس الرحمة، كل ده الرحمة. تخيل بقى هيمسكوا خلق خلق، هتطلع أحلى موسوعة. والجميل إن هم مش كاتبين، يعني ما القصص بتحكي عن نفسها رائعة، فضل منهم بس ان هم يعملوا تسلسل للمواقف. ونفسي اتفرج على بقى لما يخلصوا كل الموسوعة بتاعت كل اخلاق الرسول الاسبوعين دول كمان. وكمان محمد مؤمن قال لي فكرة حلوة قوي، انه قدام كل مجموعة اخلاق في سيكشن معين هيحطوا صورة رسمة تعبيرية عن الموقف ده، هتطلع حاجة رائعة تتبعت للناس، تتعمل في الكتاب، تنزل على موقع على خطى الحبيب. أنا بشكركم قوي 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 يا خطى الحبيب، الله يبارك لكم، إن شاء الله يفرح بيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فرحان بيكم قوي، وشايف ثمرة ماسك في إيدي أطفالنا، وماسك في إيدي الأخلاق. ده عايز تعديل، وده بس عايز يترقم ويستكمل، وتبدأ الرسومات تتعمل. والأسبوع الجاي هيبقى معانا الرسول صلى الله عليه وسلم والأطفال، نبعته للناس كلها، هيكون اتعدل بقى، وهيكون معانا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، خلق خلق. يا رب تكونوا خلصتوا كل الأخلاق أو على قد ما تقدروا، وتحتيها المواقف، رائع رائع، وتبدأ الرسومات، حاجة رائعة. الله يبارك لكم يا خطى الحبيب. وهم بديين مسابقة، مسابقة فنية، أعمال فنية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا برجو إن وقصائد شعرية وحاجات جميلة، ويعني أرجو إن أكبر عدد من المنتدى يشارك في ورشة على خطى الحبيب. أنا بدعو من الآن بعد الثمرات اللي طلعت دي، وبمناسبة هم عاملين نشاط فني، شوفوا بقوا إيه، بقوا بيت، وده حلاوتها. إن أنا بدعو أعضاء المنتدى، وبدعو الخاملين في ورشة على خطى الحبيب، شدوا حيلكم، أرجوكم كلكم تشتغلوا معانا وتشوفوا الشغل ده، جزاهم الله خيرا. عندي ورشة تانية مبسوط بيها قوي قوي قوي، ورشة القراءة حياة. ليه؟ لأن هم برضو الثمرات رائعة رائعة. مفاجأة، لخصوا 300 كتاب، ومش لخصوهم وبس كتابة، لخصوهم صوت، وجاهزين ينزلوا على موقع عمري خالد دوت نت، فيه بس شوية تعديلات بتتعمل. خلال الأسبوعين دول يكونوا نزلوا 300 كتاب. إيه الجمال ده؟ وإيش؟ بس هم بيشتكوا إن مش كل الناس شغالة. يعني معقولة 20% أو 10% شغالين يطلعوا كل الشغل ده؟ طب ما لو الناس كلها 670، طب لو زاد العدد؟ وبعدين برضو بنفس الفكرة قالوا ان احنا عايزين حدث كبير يحسس الناس اللي شغالة معانا ان الورشة بتطلع شغل. فقرروا ان في نشاط كبير اللي هو المئوية بتاعت نجيب محفوظ، البلد كلها في مصر بتتكلم على المئوية بتاعت نجيب محفوظ. فطلعت في دماغهم فكرة، صحيح احنا نشاطنا عربي كله، لما تبقى فيه بقى يعني نبتديها في النشاط دون، ونشوف بقية الادباء والمثقفين في بقية العالم العربي. قالوا ما نعمل نشاط في مكان كبير، والمكان الكبير دون يكون ثقافي زي ساقية الصاوي، ونقوم عاملين نشاط كبير ندعو إليه الأدباء، ونكون لخصنا كل كتب نجيب محفوظ صوت وكتابة، ويبقى هي دي الندوة، ونجمع عليها الناس ووافقوا الجهات اللي هما بيتعاونوا معاها. ودلوقتي خلال الأسبوعين دول هيكونوا اتعمل أول إيفنت، وكل بقى أعضائكم ممكن مدعوين إن هما يروحوا يشوفوا الإيفنت، وبكده يحولوا شغلكم لحاجة عملية زي ورشة خطى الحبيب. لما هتطلع المنتجين دول، انتوا هتعرضوا منتجاتكم، ويحضر الأدباء، ويتعمل حفل كبير، والحفل دون يتعمل في أول يناير إن شاء الله، ويدعى إليه الأدباء، وحينشر على موقع عمري خالد دوت نت مكان الحفل وموعده. وانتوا بقى أعضاء الورشة يروحوا، وأعضاء المنتدى اللي عايز يروح يروح. حاجة رائعة رائعة رائعة. الورش بدأت تظهر، خطى الحبيب طلعوا شغل، وورشة القراءة حياة. أنا بشكرك يا هيثم جدا، بشكرك يا محمد الكبير، بشكرك يا محمد جدا، بشكرك يا هيثم جدا. شغل جميل قوي قوي، 300 كتاب تلخصوا، ومش بتلخصوا كتابة بس، تلخصوا بالصوت، تلخيص بالصوت بأصواتكم أنتوا، بأصوات أعضاء الورشة. المنتج الرائع ده هينزل على الموقع. طب نبعته لل 900 ألف عضو المنتدى، ونبعته لل 2 مليون بتوع الفيسبوك، يعني شغلنا هيوصل ل 2 مليون و 900 ألف، وكمان نعمل ايفنت. شوفوا، مش بقول لكم انا حريص ان شغلكم يطلع. مبروك 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 لورشة القراءة حياة. الورشة الثالثة جميلة جدا جدا جدا، مراسلين.
شغلهم بقى ايه يعني، هو بيطلع يوم بيوم، لان ما شاء الله بقوا بيلخصوا الاخبار، ويوم بيوم بيطلع على عمرو خالد دوت نت على الاخبار الخفيفه، اخبار من مجموعات جايه من دول عربيه مختلفه، مجموعات شغاله في عده دول. انا فرحان بيهم جدا، انا بشكرك يا رامي جدا، بشكر كل الناس اللي شغاله معاك جدا جدا جدا. فريق سوريا بسلم عليهم سلام خاص، انا بحب اهل سوريا، يعني عمالين عملوا تغطيه لمحاضره الدكتور طارق سويدان في دمشق. فريق المنصوره عمل حوار مع مؤسس علم، يعني عايز اقول ان ما شاء الله الافكار عماله تطلع. اتكون فريق مراسلين الجزائر، تم افتتاح مكتبه مراسلين عليها لينكات لكتب ومواضيع، ومراسلين هيعملوا حاجه جميله جدا، ان هم هيتفقوا مع بقيه الورش يبداوا ينقلوا اخبارهم. اتعمل فريق اسمه نادي المراسلين، حلو قوي 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 قوي، والفريق عمال يزيد عدده، والناس عجبتها الفكره. وانا عايز اقول لهم حاجه حلوه قوي، والله لو أبدعتم هساعدكم إن شاء الله بكل ما أملك من قوة إن إحنا نأدي للمتميزين منكم، ودي حاجة للمراسلين بقى هتعجبهم قوي، شهادات تقدير عشان لو حبيتوا تشتغلوا بعد كده تتقدموا لصحف إن أنتوا اشتغلتوا عندنا كمراسلين، وإن أنا أشهد إن أنتوا كذا 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 للمتميزين بالاتفاق مع رامي. فدي بشرة لفريق مراسلين فقط، هيكون لكم حاجة مخصوصة نشهد فيها علشان لو عايزين تشتغلوا، لأن أنتوا تستاهلوا كل خير، بس هتفضلوا مراسلين معانا يعني غصب عنكم يعني إن شاء الله يعني. فده بالنسبة لمراسلين، حبيت أشكرهم. كذلك هنختار من حاجتكم أخبار ونبعتها لأعضاء المنتدى، ونبعتها كأن ممكن يبقى بعد شوية في زي نيوز لتر يتبعت فيه أخبار الورش للفيسبوك ولعمري خالد دوت نت لأعضاء منتدانا بيتنا الكبير. حلو الكلام. الورشة اللي بعد كده ورشة اللايف كوتشنج. عايز أقول شكر كبير قوي 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 ان نقدر نقول ان اللايف كوتشنج مرحلتين. المرحلة الاولى كنا بنقول لكم عايزين نعمل زي برنامج تلفزيوني فمحتاجين داتا، الداتا دي شبه اكتملت، يعني نقدر ناخدها ونبدأ نجهز لبرنامج تلفزيوني. شكرا يا احمد يا مصطفى، خلصت لنا انت والناس اللي معاك، بس الناس اللي معاك بقى لسه عايزينهم عشان هنبدأ المرحلة التانية، ان احنا ناخد مشكلات معينة زي مهارات التواصل، ده جزء من التدريب الضروري، مهارات الحياة. وقررنا ان احنا نبدأ بأول مهارة، مهارة الانصات، ونحط فيديوهات عن مهارة الانصات وازاي تسمع الناس فتكسب الناس، لان بدون مهارة التواصل لا في لايف كوتشنج ولا في نجاح في الحياة. فكأن ورشة اللايف كوتشنج انا بطلب من كل اعضائها، بقول لهم طلعت ثمرة الجزء الاول. احنا لما ابتدينا من شهرين قلنا عايزين منكم ايه؟ عايزينكم تطلعوا لنا تصورات عن برنامج تلفزيوني. حصل، وتقريبا خلاص بناخد الورق الكامل عشان ابدأ انا واخرين نجهز للبرنامج التلفزيوني. ورشة لايف كوتشنج 10/10، خلصنا الجزء الأول من الورشة وخدنا منكم المطلوب. بشكركم جدا جدا جدا، تعتبر أول ورشة خلصت الإنجاز اللي كان مطلوب بالكامل، بس مش هنسيبكم ماسكين فيكم عشان نبدأ إن احنا نمسك جزئيات في الحياة، بالذات مهارات التواصل ازاي ننجح فيها، وده اللي هيبدأ خلال الاسبوعين الجايين، وهينسقوا معاكم بقى وتلاقوا حاجات نزلت، بس ارجوكوا ايه خليكوا سخنين. بشكركم قوي 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 على الجزء الاول. اخر ورشة، ورشة حماية البيئة، ورشة حماية البيئة عايز اقول بسرعة، عملوا صفحة على الفيسبوك باسم نادي حملة البيئة، جمعوا تقريبا الاخبار البيئية، فضل شوية اخبار بسيطة من اغلب الدول العربية، نشروا الاستبيان اللي بيتكلم عن مشكلة النظافة العامة ونشروه على الانترنت، عملوا تصميم بروشور خاصة بالنظافة في المشاعر المقدسة اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده. يعني أنا بشكرهم جدا جدا جدا، ومازال شغلهم مستمر، وعايزين هم أكتر علشان يبدأ يطلع منتجات زي ما الأربع ورش التانية. ورشة على خطى الحبيب طلعت منتجات الحمد لله جزاهم الله خيرا، لايف كوتشنج طلعوا الجزء الأولاني الخاص بالبرنامج التلفزيوني ولسه عندهم شغل، ورشة مراسلين شغالين وربنا يزيد ويبارك ويكبر، ورشة القراءة حياة منتظرين الإيفنت الكبير، النشاط الكبير، الحفلة الكبيرة اللي هتعملوها علشان المئوية بتاعت نجيب محفوظ بعد ما لخصته 56 كتاب ليه صوت وكتابة، الله يتقبل ويبارك ويرضى عنكم. ورش العمل
في النهاية أنا بشكركم قوي قوي قوي، الله يتقبل منكم، أنا متواصل معكم، عمالين نفكر إزاي يبقى فيه دايما حاجات تحفيزية تجعلكم مهتمين ومتواصلين. فقررنا إن أنا إن شاء الله بإذن الله لازم هدخل أشارك مع ورشة ورشة ولو مرة كل أسبوعين، أدخل أقضي معهم ساعتين ثلاثة في أكتر وقت تبقوا موجودين معاه فيه، وفكر معكم كأني واحد من الورشة من باب الحب ومن باب التواد. كذلك فكرنا إن إن شاء الله أكتر، ده خبر بقى بنعلنه الأول مرة أختم بيه، أكتر ثلاثة في كل ورشة عملوا مشاركات خلال ال 15 يوم هنبعت لهم شهادة تقدير كاتبها بإيدي، مش بس مطبوعة كده وخلاص عليها كلمة تهنئة، لا أنا اللي بكتبها بإيدي ومنضية، وشهادة شكلها حلو قوي توصل لك لغاية البيت تبعت عنوانك البريدي. طبعا احنا عاملينها كل ورشة أفضل ثلاثة متميزين، يعني في 15 واحد كل أسبوعين هنبعت لهم شهادة التقدير دي، بس قلنا هنعرف تميزهم إزاي، فلو قلنا المسؤول الورشة أنت اللي تختار الناس هتزعل، فقلنا أكتر ثلاثة يعملوا عدد مشاركات ونعدها بالكمبيوتر يحصل العدد، مين أكتر ثلاثة في كل ورشة في مراسلين وفي كذا، أكتر ثلاثة يعملوا مشاركات هتجيلهم شهادة تقدير مني أنا شخصيا، فيها شكر وفيها دعاء. احنا بنحاول نحفزكم وبنحاول نشجعكم وبنحاول نقول لكم شدوا الهمة وهاتوا صحابكم وكتروا عددكم، وأنا متواصل معكم كل أسبوعين، الله يكرمكم ويبارك لكم ويتقبل منكم ويرضى عنكم، شغلكم حيوصل للمنتدى وحيوصل للفيسبوك، وإن شاء الله نعمل شغل حلو قوي الله يتقبل. مستني بقى الأسبوع الجاي أبعت شهادات التقدير لأكتر 15 عمل ومشاركات في الورش، ونبدأ حاجاتكم نبعتها للناس كلها، والإيفنت بتاع القراءة هيتعمل، الله يتقبل، يفتح علي وعليكم، يحفظكم يا شباب ويرضى عنكم، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.